مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في بيروت اليوم، حيث يسرني ان استضيف عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتيه. نصر الله يتهم الرياض بتجاوز الخطوط الحمر وتحدث عن تغيير في قواعد اللعبة، فهل في جعبة تيار المستقبل أبعد من بيان رد؟ هل بلغت الصراعات الإقليمية طرابلس؟ وهل الحل ينتهي بعد أن يكون قد بدأ بين إيران والسعودية؟ ماذا يقول المستقبل عن مطلب جملات بأن يصبح فرع المعلومات تحت أمرة الجيش؟ دكتور أهلا وسهلا فيك. تسلم. لنبدأ من تصريح السيد حسن نصر الله بالأمس. بتعرف حضرتك أنه دائما بلعبة وأدبيات السياسة اللبنانية في بعض الأحيان حتى لو متأكد 100% من بعض المعطيات عندك ما بتكون واضح بتوجيه الاتهامات. كيف قرأت الوضوح المباشر للاتهامات التي وجهها السيد حسن نصر الله بالأمس؟ عمليا بسبب الجو اللي عم يفوت فيه إيران بالوقت الحالي لمحاولة تطريط الأجواء وتهدئة الأمور، فبحاجة يبدو أنه الجزء على الأقل متشدد من إيران حرس الثوري أنه يستعمل أحد أدواته للرد على أو لمهاجمة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية. فحسن نصر الله يعني يتمتع بهالصفات هيدي، قبل كل شيء تبعية كاملة لقرار ولاية الفقيه، تبعية كاملة لعسكرية وسياسية لقرار حرس الثوري الإيراني، وعمليا هو اللي عم يقوله لا يمكن أن يقوله إلا بما يكون في غطاء شرعي من قبل الولي الفقيه. يعني بتعزيل تباين في الآراء بإيران؟ بإيران في يعني أصبح واضح لما أنت بتشوف بإيران كان في معارضة سموها المعارضة يعني المدنية تقريبا بمواجهة التوجه المتشدد لبرأس الحرس الثوري، فهيدي الأمور انسحبت ولكن ما انفتح مجال لهالمعارضة أنها تاخد حجم معين من خلال انتخاب رئيس جمهورية قريب منا، خلينا نقول أو على الأقل مش كتير قريب منا ولكن ذو وجه إصلاحي، إلا لأنه إيران وصلت لمرحلة صعبة جدا جدا ستودي بمشروع ولاية الفقيه بأكمله من خلال العقوبات الاقتصادية. بس برأيك بيقدر أمين عام حزب الله قد ما تكون درجة علاقاته قوية ببعض الأوساط بإيران بيقدر يخربط لها سياستها؟ لا. عبر اتهامات مثل هذا الخطورة؟ ما أنت عادة لما بدك تكون بمسار بتبع يعني انت اوقات بتكون على خلاف مع جار بس كمان عم تسعى للصلح مشان تدفع، وبتدفع احد الشباب اللي عندك لح يروح يسبه، عمليا هذا هو الواقع اللي قائم هون. لكن بالاضافه لهالشيء هذا ايران مثل ما حكينا في منحى بحاجه له يستمر اللي هو المنحى الثوري اللي له علاقه بمشروع ولايه الفقيه، وفي حاجه ثانيه اسمها دوله ايران كمؤسسة بحاجة أيضا للحفاظ على مصالح معينة. الصورة الأكثر يعني دقة بوصف الوضع بإيران اللي قالها السيد رفسنجاني عندما لما قال أنه لولا الاتفاق النووي لكانت أصيبت إيران بكارثة هي العلاقة بالوضع الاقتصادي، والواقع هو صحيح لأنه قدرت إيران تستنفذ الاحتياطي تبعها من الأموال النفطية على مدى السبع أو ثمان سنوات الماضية، بالإضافة أنه عندها ملف ثاني لاستنفاذ المالية اللي هو الملف السوري اللي عمليا كل التقديرات بتقول حوالي المليار دولار بالشهر أو أكثر عم تنصرف هون، بالإضافة إلى ملف حزب الله اللي أيضا عم يستنزف المالية، وفي كتير من الناس اللي عم يلتقوا بإيرانيين بالخارج ولكن منهم بعض أنه منهم كتير يعني ضد النظام ولكن عندهم إشكالية أنه نحن في ناس عم تتدور جوع عنا، بالمقابل حسن نصر الله عم يستنفذ وسوريا عم تستنفذ، فهيدي الإشكالية
يعني عمليا أنت صحيح محافظ على مستعمراتك بشكل من الأشكال، ولكن وضعك الداخلي إذا أيضا وصل لمرحلة الانفجار أو الانقسام الكبير والصدام، فهذا بالتأكيد لح ينهي المشروع بأكمله. طيب ليه بدك تستبعد بالكامل أن تكون النظرية صحيحة من أنه السيارات المفخخة أتت من المناطق السورية، وهذه القوى السورية التي تثور على النظام قد تكون لها ارتباطات معينة؟ قد، ما هنا عم نحكي قد، وهذا المشكلة الأساسية هون. يعني أنا بصراحة خليني أكون حيادي، ما بعرف مين مسؤول عن الشغلة هذه، هل هي مخابرات سعودية أو غيرها. عمليا تاريخيا إذا مطلع على تاريخ السعوديين على مدى التاريخ، ما ولا مرة اتهموا بعملية إرهابية ولا مرة. لكن إذا بدك تطلع بتاريخ إيران والنظام السوري وحزب الله، بتلاقي تاريخهم كلياتهم سواء هو سلسلة من العمليات الإرهابية بشكل أو بآخر. هلأ أنا ما بدي أنفي هالتهمة هذه، ولكن بدك أنت تستند على معطيات. أي أسهل أنك تكون مثبت أنه يكون اتهامات على وقائع مادية اللي هي ميشيل سماحة وصور اللي حطوا المتفجرات بقلب طرابلس لاتهام النظام السوري وأعوانه، ولا اتهام مبني على الخلاف السياسي قد يتحول إلى محبة وعناق وقت اللي بيكون في مواقف أخرى، مثل مثلا الموقف من القطريين. طيب القطريين، خليني أسأل سؤال، أي يعني السعودية متهمة بدعم يعني مجموعات معتدلة نسبيا بقلب سوريا، بينما مين المتهم بدعم الأكثر تطرفا بسوريا؟ قطر. وهذا كل اللي عم ينحكى. طيب أنا مني فهمان، يعني حسن نصر الله كان مجتمع مع موفد قطري ورجع بعدين عم يتهم السعودية بهالشغلة هيدي، فعمليا الخلاف هو بالحقيقة أبعد. اللي عم يحاول يعمله حسن نصر الله هو الكلام بالحديث اللي الولي الفقيه ما بده يحكيه والمسؤولين الإيرانيين ما بدهم يحكوه. كيف شفت التحية أكثر؟ راح أكثر بموضوع قطر، نوجه تحية للمبادرة التي قامت فيها. هل يمكن أن يؤشر ذلك إلى تباين ما في السياسة الخليجية، سيما من بعد ما حكى أنه في طرد لبنانيين معتبرين قراب من حزب الله وتمت العودة عن هذا القرار؟ خلينا نرجع للمسألة الأساسية. قطر والمملكة العربية السعودية في تنافس، أوكي، وفي محاولة دائمة لقطر لأنها تأخذ دور مبني على نفوذها المالي أكبر بكثير من يعني الدور اللي ممكن تأخذه من ناحية حجمها السياسي بشكل عام، وهيدي امر واقع ونحن ما في يعني ما فينا نقول غير شيء. ولكن اللي بدي استغربه انه قطر اللي فيها قاعده امريكيه يعني تقريبا نص مساحه الجزيره، وتتماهى بالتاكيد وتتاثر بالتاكيد بالقرارات السياسيه الامريكيه وبسياسه، يعني ما انه منطق ان يكون عندك قاعده والدوله الخليجيه الوحيده اللي كان عندها علاقه مع اسرائيل مباشره. ماشي، وهي يشاد بها من قبل حسن نصر الله ومن قبل مين ما كان، يعني عمليا هيدا اكيد. شو بخليك تستنتج هذا؟ لا، هذا نفاق بكل معنى الكلمه بالاساس. والشيء الاكيد السياسيه على الطف ما عندك كلمه الطف. لا، نفاق انك تقول شيء بمعيارين، هذا هو يعني هذا التوصيف الهيبوكراسي، هذا هو التوصيفه. ما يعني شو بدي اقول الطف والشين والسنان مثلا، يعني اوكي هي الترجمه العاميه. في نفاق سياسي بالتاكيد. الشيء الواضح انه انا ما بقدر افهم كيف الشيطان الاكبر تحول الى صديق فجاه بمواجهه شياطين اخرى عم تتوصف. شو اعتبر انه الولايات المتحده لم تعد قادره، امبارح بيقول لم تعد قادره على الحروب؟ سياسة الولايات المتحدة بهالوقت هذا هيك، بس هل هذا يعني انها تغيرت خبسة؟ ما بقى الامبريالية الخبيثة، ما بقى انها بدها تحاول تسيطر على العالم؟ ليش هن بالاساس لمن كانوا هيك ضد
لأنه أمريكا عم تتدخل بشكل مباشر. وقت اللي احتلوا لهم السفارة الأمريكية وخطفوا الأمريكان يعني ما كانت هيك الوضع. كان بفيتنام بقى خلصة منها ما صار لها كام سنة. وكمان كانت السياسة بعد الوقت أنه ما بقى بدنا لا حروب ولا شيء معين. حقيقة منها هيك القصة. لأنه أنا بطلع بالبيان الثاني لحزب الله السياسي الثاني بعد بيانه الأول اللي بيقول عن حاله أنه هو أمة حزب الله الذي نصر الله طليعتها في إيران. بالبيان الثاني وسع القاعدة أكثر. هو اعتبر حاله أنه هو مؤسسة كونية لتواجه الإمبريالية خبيثة. ما بعرف إذا أمريكا بطلت تكون إمبريالية خبيثة صارت هلأ إمبريالية محببة أو شيء من النوع. لكن عمليا كمان هذا جزء من الواجهات السياسية اللي تستعمل. الشيء الأكثر من هيك أنه فجأة أمريكا ما بقى الراعي الأقلي الراعي الدولي لإسرائيل. ليش؟ لأنه إسرائيل زعلانة وسائرة على القرار الأمريكاني. وأمريكا تركت إسرائيل بمهب الريح بهالحالة هيدي. كمان هيدي إشكالات عجيبة. الشغلة الإضافية أنه نحن من سنة 2006 ما في ضربة كف باتجاه إسرائيل. وإذا حدا مختل بيروح بيضرب صواريخ كاتيوشا باتجاه إسرائيل بتقع بشيبورا بيتنافس مين مكان من حزب الله ليقول لا 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 حبيبي أنا ما دخلني بهالموضوع هذا كله تسوى. هيدي حركات مدسوسة عمليا. هلأ الصراع بين على وشه. هدف يعني حزب الله يخوض معركة سيطرة منطق الحرس الثوري على المنطقة ويدافع عنها إلى الآخر. والخلاف الرئيسي هو على سوريا. يريد حزب الله من برغبة طبعا من المنطقة الحرس الثوري أنه يدل النظام قائم تماما كما كان في السابق. ولا يريد أي تسوية. أي تسوية تعني نهاية المدى الاستراتيجي تبع حزب الله ونهاية مشروع الهلال هلال الولايات الفقيه. ويعني أنه عمليا الأمور بالغدا لن تكون كما كانت بالسابق. تحميل برأيك المملكة العربية السعودية أيضا العرقلة بموضوع تأليف الحكومة منه دقيق. في حين خلينا بس نتذكر أنه من الأول للآخر مطلبهم هو أنه يكون عندهم الثلث المعطل. وفي بعض الأحيان كان في فرق ب 14 أدار ما أن تعطى هذه الحصة. وكان دايما تيار المستقبل يلي بيعرضه. طيب امبارح عم يحكي مثل العادة بمنطق المنتصر والمستقوي واللي عنده الأكترية. بلد السور اللبناني بيسمح له هو يألف حكومة ساعتها. في فخامة الرئيس وفي رئيس مكلف. خلي يحكي هو وياهم اتفقوا يألفوا حكومة. تيار المستقبل ما راح يشترك بحكومة فيها حزب الله. بس كمان رئيس المكلف هو جزء من إذا مش من تيار المستقبل من 14 أدار. كمان هذا يعني منه صحيح. ولكن عمليا منه صحيح بأي لوائح طلع بالانتخابات؟ شو هو؟ رئيس المكلف. لا طلع على لوائح تيار المستقبل لكن هو بيقول أني أنا مني ب 14 أدار. هيدي قال وبعدين وين أعلن ترشيحه مش من اجتماع من اجتماع 14 أدار اللي تبنيته. لكن عمليا هو جاي يعني تبنت 14 دار رئيس وسطي. هو عن حاله وسطي ما لا انا الطرف دكتور الاخر يعني معروفه بكل المرحله السابقه كان قريب من 14. طيب عظيم دار. برجع بقول لك هذا واقع دستوري. تيار مستقبل لن يشترك بهيك نوع من الحكومات. وقال له سعد الحريري او اصرح انه اذا فخامه الرئيس بلاقي في مصلحه انه يألف حكومه يألف حكومه. ما عندك انطباع انه عندما يذهب الاستاذ وليد جملاط ويفاوض في السعوديه بهذه المساله بالتحديد ان الرئيس ان سيد نصر الله محق في موضوع التشدد السعودي؟ انا برايي خلي يروح على ايران يفاوض. كان ساعتها بيكون احق اكثر بكثير. اذا كان هيك الواقع المشكله عند ايران مش عند حزب مش عند السعوديه. لانه ايران هي اللي عندها جيش جرار بلبنان اسمه الحزب الله. وهي عم حتى القرارات اللي لها علاقه بالمسار الديمقراطي الطبيعي عطلتها. ما بتعتقد اليوم من بعد مرور الزمن بانه الرئيس سنيورا اخطا باعتبار الحكومه قادره انها تستمر بلا الوزراء الشيعة؟ نحن بعده مراحل قلنا له عين وزراء شيعة. لكن عمليا ما عين. برجع بقول لك السبب الرئيسي هو عدم قطع شعرة معاوية بهذيك الوقت. أنا بالنسبة لي كانت خطأ. برجع بأكدها أنه خطأ.
من هداك الوقت اعتبرتها خطأ؟ طبعا خطأ. لا، كان لازم يروح يعين وزراء شيعة، لأنه الدستور لا يقول أبدا إلا بقصة التوازن بالنسب الطائفية. ما حدا قال أنه لازم يكون تابع لنبيه بري أو لحسن نصر الله، ولا بالتأكيد تابع لسعد الحريري أو فؤاد السنيورة أو أمين جميل أو غيره من الأمور. هذه حكي بس على التوازن، والدليل أنه تألفت حكومة بعدين لا تضم القوى السياسية الكبرى بقلب على الأقل بالطرف الآخر، ومشيت وهي ما فينا نقول عنها إلا أنها حكومة دستورية بكل معنى الكلمة. فلهيك عمليا نعم أخطأ الرئيس سنيورة بأنه ما عين وزراء شيعة بهذه الحكومة. ربما كاد ما بيضلوا ماشيين فيها لليوم، على الأقل يسجلوا نقاط أنه كملتوا حكومة بلقت لون طائفة معين. يعني ممكن هالشيء هالحادة، بس برجع بالك الأمور للأسف منا بهالبساطة، ما لا تزام بالأبيض والأسود، ولا فيك تقول أنه لو هيك صار هيك. ما كانوا وقتها لو طلعوا كانوا ربما اغتالوا لهم شيء واحد منه منهم، وما حدا استرجع أنه يعمل الوزير، أو قالوا أنه هول خونة طائفتهم وهول كذا وهول كذا وهول كذا، مثل عمليا ما نحن قلنا مثلا عن الوزير السابع السني اللي تعين من قبل حزب الله. بس باليوم ما بتعتبر حكيم كمان انه بالمطلق البلد هو عم يخسر من وراء موقف تيار المستقبل الرافض المشاركة؟ عم يخسر شو؟ عم يخسر الجمود، عم يخسر التوتر، عم يخسر بالمواضيع بالقوانين والدستور والتشريع. خلينا نتذكر يعني شو الأفق حتى، يعني إذا سلمنا جدلا كما تتفضل وهذا قرار مصيب وسوف يخرج لبنان إلى الجنة، شو أفقه معارضة تعيين حكومة فيها ثلث معطل؟ خلينا نرجع للأساس. عندما كانت الحكومات حكومات وحدة وطنية كانت حكومات معطلة لأنه كانت المعارضة موجودة بقلبها، وهيدا الشيء تكرر على مدى السنوات الماضية. حكومة الرئيس الحريري حكومة الوحدة الوطنية أيضا أتت وأتى مين ينقلب عليها وعلى اتفاق الدوحة وعلى كل شيء فيها، ماشي الحال، وما قدرت حققت شيء. جينا على حكومة كاملة الصلاحيات واللي هي حكومة من لون واحد. طيب شو عملت بهالحالة هذه؟ خليني أسألك ذات السؤال. ماشي خلينا نكمل. لكن هل الجمود الاقتصادي هو بسبب عدم وجود حكومة، ولا لأنه حزب الله فتح الباب على مختلف أنواع الانفجارات والإرهاب والتأزم وتهديد السعوديين وتهديد القطريين وتهديد الكويتيين والإماراتيين أنه كل واحد ممكن ينخطف؟ هل صحيح أنه لو جينا نحن هلأ، بس سؤال، جينا نحن فتنا بحكومة فيها وزراء بحزب الله، هل هذا سرح يمنع الإرهابيين اللي عم يحكوا والتكفيريين اللي عم يحكي عنهم حسن نصر الله؟ ما بيريح البلد برأيك؟ كيف بده يروح؟ كيف ما بيرتاح؟ إذا أنت مصدر ما بتعمل تشريع، ما بتفتح المجلس النيابي، بتمشي القوانين، بتعمل موازنة، في مليون شغلة بتنعمل. الحكيم خلينا نكمل على أنت شو المشكلة الأكبر رقم واحد عندك هلا بكلام حسن نصر الله بالذات، مش عم بحكي عن كلامنا نحن، هي الوضع الامني الغير مستقر والتكفيريين والارهابيين اللي عم يحكي عنهم، مزبوط ولا لا؟ وجود حكومه فيها حزب الله ستمنع الارهابيين انه يفوتوا على لبنان؟ اللي بيمنع الارهابيين يفوتوا على لبنان انه يطلع ارهاب حزب الله من سوريا. خليني انا بدي اعكس السؤال. حضرتكم عم بتقولوا ما بدنا نعمل حكومة من وحدة وطنية حتى ما تكون معطلة وتقدر تشتغل. لا، بدك يكون في عنوان توني، بدك يكون في عندك عنوان. بس انه اليوم حتى حكومة الرئيس ميقاتي، يعني عم نفترض نحن حكومة فيها التلت معطل لحزب الله، عم بتقولوا انه ما بتمشوا فيه لانه هيدا بده يعرقل الموضوع الأداء الحكومي، ولكن حتى حكومة الرئيس ميقاتي اللي ما عندكم فيها ولا وزير ما أخذت ولا قرار تجاوزكم، أو أي قرار تعتبره طلع من هذه الحكومة يمس إذا بدك المصالح الأساسية. شوف الوزارات اللي مسيطرين عليها التيار الوطني الحر وحزب الله شو عملوا فيها. عم نحكي على مستوى القرار، لأنه رح يضل عندهم وزراء لو عندهم حكومة صغيرة ولا كبيرة. فلتوا وبلعوا الدنيا كلها تسوى، لكن بغض النظر عن كل هالشيء. عم نحكي هيك، قد شو هو أخذت الحكومة؟ إذا كان هيك خليهم يروحوا يألفوا حكومة.
هذا هو اللي عم نقوله، روحوا ألف حكومة. إذا كان هيك الواقع نحن بس نحن ما رح نشارك فيها. ليش؟ ما بدنا نشارك، ما بدنا نغطي وجود حزب الله بقلب سوريا. في شيء اسمه علينا بعبدا. طيب خليني أسألك وقع سؤال. عليه خلينا نكمل. وقع عليه حزب الله. نحن آخر شيء بعد تجاوزنا مسألة الأرقام، تجاوزنا مسألة حتى مشاركة مع حزب الله بشغلتين. أولاً قلنا أعلان بعبدة أن يكون هو العنوان تبع الحكومة الوحدة الوطنية، وثانياً انسحاب حزب الله من سوريا. أوكي؟ إذا هالشي يروح يأخذوا الوزراء كلياتهم سوا. دكتور، عندما تشترطون مثلاً من الشروط الأساسية لتشاركوا بالحكومة انسحاب حزب الله من سوريا، بندين إعلان بعبدة وانسحاب حزب الله طبعاً أكيد، هذا مطلب واحد طبعاً. عندما تضع برأس أولويات تيار المستقبل هذا المعطى المرتبط بشيء خارجي، ما برأيك هذا يناقض أنه لبنان أولا؟ ليش مثلا ما منروح على تحطوا شروط تتعلق بلبنان، أنه ربما بلبنان ما بتعملوا هيك؟ ليش بتقدموا ما يجري في سوريا على ما يجري في لبنان؟ هو العكس صحيح تماما. من يقدم اللي عم يجري بسوريا على اللي عم يصير بلبنان هو الجيش الجرار اللي فات على سوريا ليقتل السوريين. يعني عم نحكي عن حزب الله هو من يقدم الحديث هذا. أنت إذا ملتزم بلبنان أولا بتصر على هالبند هذا أكثر وأكثر. بالعكس هذا المنطق اللي لا، ليش ما بتقول أنا شو بدي بخارج لبنان؟ أنا بدي المعادلة السياسية الداخلية. حزب الله عنده ارتباطاته الإقليمية بإيران معروفة ولا هو بينكرها. نعم. انه خلينا نحن ضمن لبنان، المعادله اللبنانيه شو هي؟ مثل مطالب شو؟ لبنانيه مثل شو عندكم مطالب تانية؟ ماشي ماشي ماشي، مثل شو؟ مثل شو؟ ما بدنا استقرار وامان لبنان. ما هذا اول بند باي، يعني اي جمهوريه بالعالم او اي كيان سياسي اول شغله فيها هي كيفيه الحفاظ على السياده والحفاظ على الامن، وبعدين تجي المسائل الباقيه. طيب وين هيدي الحديث هاي؟ لما نحن رجعنا عم نحكي هلأ نحن قاعدين دفننا راسنا بالرمل وقلنا لا ما لها علاقة الدخول على سوريا بالإرهاب القائم. وقال 600 شخص كلها والعملية شو هي؟ 600 مقاتل في 600 مقاتل معروف منهم 230 قتيل. وقال ما وصلوا لل 200 بعد، يعني أسماءهم موجودة هن على نون. أنا ما عم بحكي عن التقديرات، التقديرات بتقول فوق 400، لكن عم نحكي عن الأسماء اللي على نون. هن اعلنوا عن 230 واكثر قتيل، وكل يوم في عندهم 2-3. طيب انه شو عم بحكي انا؟ اذا منهم راح الثلاث معناتها هيدي كارثه، لازم ينسحبوا كلياتهم سوا من سوريا. اي جيش بيروح ثلثه معناتها انهزم انتهى. هلا يمكن يكون راح فتره اكثر رجع على مش على طول، انه ماشي. ما هذا موجودين بحمص اسمعني وبالسيدة زينب خلي وعلى الحدود. انت عم تحكي هذا حديث في كمان نرجع لقصة النفاق، يعني عمليا في تناقض هائل بالموضوع. لمن بيقول اني انا لو ما رحت لهونيك كانوا صاروا عندي، يعني اذا 600 مقاتل معناتها هونيك قديش؟ يمكن يكون راح اكثر قبل، ماشي قديش هن او اكثر من هيك؟ التصريحات قال بحصة سندة الخابية. ماشي الحال، اذا نظام بشار الاسد بحاجة للبحصة معناها هيدي الخابية مكسورة من زمان. لا يمكن انه والله دولة عم تحكي فيها نظريا 450 الف جندي تحت السلاح انها بحاجة ل 600 مقاتل لحتى يسندوا الخابية، معناتها يا هالجيش مساطيل كلياته سوا ما حدا منهم بيعرف يحمل بارودة، يا اما انه هذا الكلام هو منه دقيق على الاقل مشان ما نقول شي كلمة تانية بهالحالة هيدي. عمليا نعم انا مقتنع تماما انه نظام بشار الاسد ما كان مضيان كتير لولا هالسندة من هون، ولكن هيدي منها سندة ب 600 جندي. وحتى لو كان جندي واحد انا منسيني رغة الارقام، لانه انا من ادعي انه بعرف بالضبط كم مجموعه كم واحد من حزب الله راحوا لهوني، ما بعرف، وقديش راحوا وقديش رجعوا وكم قتيل بالضبط كمان ما بعرف. لكن عمليا مجرد ما انت تقول اني انا لو ما رحت لهونيك كان سقط نظام بشار الأسد وصاروا الإرهابيين بقلب لبنان، معناتها أنا عمليا ما قال إنه لو ما رحت كان سقط النظام، قال كنت بحصة. ماشي الحال. وبعدين هو ركز باشتراك حزب الله على مسألة الحدود
ومسألة شو معنات الحدود هي من ضمن الكيان السيادي تبع البلد ما هيك؟ أو ما عم يحمي لبنان من اسمعني خلال اسمعني حدود سوريا ولبنان ما هيك؟ يعني المفروض إذا دولة سوريا دولة كاملة السيادة أو عندها جيش قوي وحافظة الحدود معنات الحدود كلها تساوى لازم تكون مضبوطة. هيدي مسؤولية الجيش السوري من مسؤولية حزب الله إلا إذا بده يروح يصف على الحدود من الطرف لهون كان ينشر الجنود تبعينه على الحدود ويمنع أي إرهابي يفوت على لبنان. لننهي هذا المحور، أشرت حضرتك قبل شوي إلى أداء وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله. اليوم أنتوا عم بتأبدوا هذه السيطرة وهذا فليذهب الرئيس إلى إنشاء حكومة. برجع من قلك نحن الرئيس ما رح يشارك حكومة ما رح يشكل حكومة في أكثر من هيك. خليني أكثر من هيك فارضين كمان أكثر من قصة 996 بدهم كمان حقائب محددة وواضحة بهالخصوص. هيدا عندهم كل الحقائب هلا. طيب خليهم معهم خليهم معهم ما عم تقول عم يسوقوا استعمالهم خليهم إياها على طول كلها سوا خليهم معهم ما عم نحكي يروحوا يحكموا أو يتركونا نحكم يروحوا يحكموا أو يتركونا نحكم. فاصل إعلاني نعود بعده لمتابعة المسألة طرابلس بشكل خاص. تصريح الأستاذ وليد جملاط أن يكون فرع المعلومات تحت إشراف مديرية المخابرات والجيش اللبناني. فاصل ونعود. نتابع مشاهدينا الأعزاء هذا الحوار. ضيفنا الدكتور مصطفى علوشة النائب السابق وعضو المكتب السياسي في تيار المستقبل. دكتور، شفنا الجيش أخذ منحة جديد بالإجراءات من بعد ما أعطي الإمرة الأمنية على المدينة. النقطة النوعية كانت الإدعاء وحتى توقيف من قادة المحاور. هل ترى أن هذا المنحة فعلي وجدي؟ بعدني أنا مصر أنه الأمور هي بخواتيمها وباستمراريتها. أما التفصيلات اللي عم تصير أنا برأيي بعد منا كتير في غموض كتير بهالموضوع هذا. يعني تسمية أو أعطاء الأمرة للجيش ما بعرف شو يعني تسميتها بالضبط، لأنه في قرارات تحتاج إلى مجلس وزراء لتتاخد، وفي قرارات ربما تستند إلى قرارات سابقة. بعدنا يعني شكل الرئيس مئاتي مثل عادته حطة بيسموه بالمطهر على الأقل لا هون ولا هون. ولكن عمليا خلينا نقول نحن على عكس ما طلعت أي تعليقات، أي شيء بيؤدي إلى استقرار أولا للمدينة على المدى المتوسط على الأقل بانتظار الحلول الطويلة الأمد، وثانيا تحقيق العدالة لتأمين الاستقرار. ما بتعتبر خطوة نوعية أنك هالمرة؟ لأنه كانوا معروفين، يعني ما كان يصير التساؤلات، يعني كان يدعو على اجتماعات. نعم. ينزلوا على بدي أسألك على سؤال. مراكز رسمية رفعت عيد ما هو رئيس محور بع المحسن؟ هو رئيس محور بع المحسن؟ هو مسؤول سياسي لا لا لا، هو الآمر العسكري، هو الكل بيعرفه انه هو الآمر العسكري، هو رئيس محور بع المحسن. يتفضلوا. امبارح ما لقطوا حدا من قادة المحور ابدا ولا واحد. ما قالوا اليوم نزلوا بيان انه بالاسماء يحطوا الاسماء. امبارح لحديت الساعة 6:30 عشية في بعض الاسماء تم القبض عليها ولكن مش من جبل محسن. بتصريح امبارح طلع بالليل اولياء الدم في جبل محسن. نعم. يعترض على بعض التوقيفات ماشي حطوا الاسماء. برجع بقلك بدنا نسمع الاسماء لانه في كتير من اللعبة اللي عم تشوفها هي لعبة اعلامية اكتر من اي شيء تاني. ما بتعتبر انه كان امر يعني خسر كثير طرابلس الإطلاق النار على العمال البسيطين؟ أنا برأيي من فجر المسجدين ومن أطلق النار على أرجل العمال الآمنين المساكين اللي نازلين على الطائف من الطائفة العلوية هو واحد. إذا ما هو واحد بعقلية واحدة، وإذا كان غير هيك بيكون عمليا جريمته مزدوجة. برأيك كان في مبارح موقف أو قلت مبارح للداعي الشهال يرفض فيه دخول الجيش، برأيك هل سيصل إلى حد إفشال مهمة الجيش؟ برجع بقول لك التفصيل هو الأهم. بعدني لحد هلا ما شفنا تفصيل المهمة شو رح يكون.
إذا كان أنت مثل ما قلت لك الاستقرار والعدالة هن شغلتين بيكونوا يعني يتلازموا، لأنه عندما تحقق مثل ما قلت الظلم في السوية عدل في الرعية، وأنا برجع بأكد إذا كان في حقيقة عدالة بهالمسألة هذه ومن ضمنها قصة القانون، مثل ما حكينا لما عم نحكي عن قادة المحاور إذا بدهم، وأنا بشك إنه هالشي يصير لأنه لحد هلا الأسماء اللي شفتها هي قادة مش أساسيين ثانويين. هل تؤيد توقيف كل قادة المحاور؟ بتهم محددة طبعا، لازم يكون في تهم محددة. شو هي التهم؟ بعد لحد هلا يعني دعيوا أساسا على السراي الحكومي أو على بيت الإسلام. اسمعني قائد محور بعد المحسن اسمه رفعت عيد، إذا تم القبض عليه كل قادة المحاور قالوا نحن بنروح نستلم حالنا تلقائيا، ما حدا يجي لعنا. طيب. هذا صرحوا هن. طيب. في حال ما لم يتم إلقاء القبض عليه، ألا تعتبر أنه من يخالف القانون عليه أن يتوقف أو يوقف؟ القانون. مثل شو؟ إطلاق نار مثلا. طبعا. تجول بسلاح. 100% أكيد. ماشي الحال. التصريح انه انا عم بعمل معارك. برجع بقول لك هون بس خلينا نطلع التصريح انه عم بعمل معارك، تصريح هو عمليا بيكون يعني عمل يعني بيضحك يعني انه انا تعوا لقطوني لانه انا حابب اني انلقط، لكن عمليا خلينا نطلع بشكل تفصيلي. في ملف قضائي موجود هلا بالبطرابلس اسمه ملف تفجيرين، وهو احد اهم الاسباب هلا على الاقل بهالجوله هيدي والجوله اللي اعتبروا انه الجوله اكثر مرتبطه بالألمون. خلينا نطلع من قصه الألمون، لانه عمليا هيدا الحديث مال الألمون وكان في القصير قبله وكان في كذا، هو الملف موجود وكان قبل سوريا كمان، الملفات مفتوحه. ملف طرابلس هو مساله كمان تتعلق بمسائل لها علاقه بالقضايا المحليه. هلأ الغطاء الاجتماعي اللي قائم بالمدينة وبقول لك إياها للأسف هو معمم، صحيح الكل متضايقين من حارة عدم الاستقرار وعم يعتبروا أنه وصلت الأمور الفوضى إلى حد لا يحتمل، ولكن بنفس الوقت كمان عم يقولوا أنه عم يعملوا إجراءات القضائية اللازمة بقصة هالتفجيرين واللي هي واضحة ما بدها كتير، ما في صعوبة فيها، في صعوبة بأنك تنفذها، ولكن على الأقل أنه الإجراءات لمين بدك توجه هي واضحة. وبعدين ساعتها ما بيعود في مبررات لحدا يجي يطلع يقول انه المدينة هي وين عالق الملف؟ عالق الملف بمحل واحد اسمه انه الدولة مخطوفة، والدولة المخطوفة خاصة انت وين؟ مخطوفة بقرار لسلاح حزب الله. لا بس وين هلأ هيدا الملف واقف؟ هلأ هن بيقولوا انه في اجراءات قضائية عم تمشي، لكن عمليا اذا بنطلع بنلاقي في ميوعة هائلة. لما انت ما عم تحكي عن ملف هو والله جنحة واحد ضرب واحد بسيارة وهرب، ومع هذا وكله كانوا بيروحوا بيضبوه بالحبس، لكن عم تحكي عن مشاركة بجريمة أدت إلى ترويع مدينة وإلى عشرات الشهداء ومئات الجرحى ودمار هائل يعني انت والعبس بالوضع الطائفي الموجود بقلب المدينة. انت عم تحكي عن هيك جريمة، ما فيك تقول انه والله انا بقدم دفوع شكلية. بعدين السبعة اللي اتهموا من حزب واحد ويتبعوا الى قائد واحد، تذكر سنة الـ 94 شو اللي صار بسيدة النجاة؟ تتذكر شو صار بسيدة النجاة؟ تم القبض على قائد القوات اللبنانية مع انه ما كانت طلعت الجريمة انما هن اللي عملوها، ولا يزال المسؤول يسرح ويمرح وين ما كان. ماشي الحال؟ شو بقى صار؟ قبض على سمير جعجع بهالقضية هيدي. طيب هيدي الجريمة هون في سبع أسماء من الحزب العربي الديمقراطي، ما لا يستدعى رفعت عيد للتحقيق معه على الأقل؟ بس تتحقق معه وتقول له من نين أخذوا أوامرهم هون؟ كمان هو بس عمل تصريح أنه في حال أثبتت نحن مش هربانين. شو يعني أثبتت؟ يتفضل يروح لهونيك يجيبوا، لا مفروض هون دور القضاء تحقق معه على تراتبية القرار. ما هو في واحد مسؤول محور عنده تحت امرته، ما تقول لي انه هو دائما بيقول انه انا نحن عندنا راس واحد. طيب اذا راس واحد هول شو عملت فيهم؟ كيف هرب ابوك لاحد المتهمين؟ يعني بهيك جرائم المشاركه تتعدى القصه، مش قصه والله انه انا والله شفق قلبي عليه، لا ما شفق قلبك عليه. تبعت السجال بين الرئيس مئاتي واللواء ريفي؟
تابعته وأنا برأيي أنه يعني ما كان ضروري بالمرة. بس كمان وصل لحدود أنه بيحملوا مسؤولية بعملية تسليح المحاور بالحقيقة هو بعت ناس لحتى يحكوا بالطريقة هذه، بعت ناس يحكوا، ولكن ما في شك أنه في جملة من الافتراءات زرع الرئيس مئاتي، وجملة من الأقاويل خلينا نسميها، خلينا نشيل الافتراءات، جملة من الأقاويل زرع أنه هو حمى وهو عمل وترك، لكن طلع ورأى للرئيس اللواء ريفي قال أنه هذه كلها تساوي غير صحيحة. ما بتعتبر أنه جرى التعامل خطأ مع الرئيس مئاتي وحشره حتى يضطر إلى مثل هذا الموقف؟ الرئيس مئاتي خلينا ما نطلع هو جزء من معسكر معين، وما خلي ما يعني ما هذا المعسكر ناقم عليه للآخر. مين حديث هذا؟ هذا قصة إنه والله طلع فلان من اللي بيسبوا عادة بالإعلام، بس استقالة ما برأيك اعتبروا حالهم انطعموا فيها؟ أبدا أبدا. أنت إذا بتطلع هيدي مناسبة تماما لحزب الله، لأنه حاطط براسه بده يفوت على سوريا، بده الحكومة الموجودة على الأرض اللبنانية إنه هو يكون منه مسؤول عنها، ما له علاقة فيها، وانه يسرح ويمرح. افضل وضع له هو هيك. واذا اخذت موضوع تمويل المحكمه اللي ما كان بدهن اياه، ما هي موضوعه شهود الزور طبعا، ما لا لا بالعكس يا ريت، ما هي القصه، ما هذا الموضوع الوهمي اللي ما عاد جابت سيرته، هيدا بياكد لك على النفاق، هيدا بياكد على النفاق. بس ما بياكد انه الرئيس مقاتي كمان ما قبل. اسمعني ما راح بالعمليه. نحن بالنسبه لنا يا ريت راح بالعمليه، لانه شهود الزور هن عند حزب الله، شهود الزور هن الجماعه اللي بيطلعوا بيحكوا باسم حزب الله عند النظام السوري، هول الشهود الزور. لكن عمليا وقتها شوف قمه النفاق، انت اسقطت حكومه وقتها لان ما بحثت ما سمي بملف شهود الزور. المفروض الحكومة اللي بتيجي بعدها شو تفتح أول ملف؟ ملف شهود الزور. ما جاء ما حدا انتقدوا للرئيس مئاتي أنه ما جاب ملف سيرة ملف شهود الزور، مش لأنه عمليا ما في. ليش بتاخذها أنه هني بحاجة لإله تيقدر يبقى رئيس حكومة؟ معناتها نفاق. رجعنا يا توني، ما هي نرجع لنفس المسألة، انه كل هاللي انعمل بهذاك الوقت كانوا بدهم جزء من ملف ما له علاقة لا بشهود الزور ولا بأي شيء تاني، بدهم يسقطوا الحكومة، شافوا حالهم انه المرحلة قواية كفاية، بدهم يسقطوا الحكومة، بدهم يسقطوا المشاركة. يعني كان هدف ضرب المشاركة اللي كانت قائمة بهذاك الوقت. كيف لقيت تصريح الأستاذ وليد جملاط بموضوع المعلومات؟ أنا برأيي أنه يعني بعض التصاريح عند الأستاذ وليد جملاط ما فيها كثير من الدقة، مع أن يعني فيها بعض المحلات غير دقة، ولكن عمليا بشكل منطقي بقلب طرابلس المفروض أنه يكون كل القوى الأمنية تحت أمرة الجيش. هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. وهلا ما بعرف انا شو الاجراءات الداخليه اللي بتصير بالنسبه للمؤسسات الامنيه، انا ما عندي فكره. بيضيف بيقول ما يجري في طرابلس لم يعد مقبولا، يريدون تنظيف الاسواق من العلويين وضرب وجودهم او ضرب وجودهم في المدينه، الا اذا كان المقصود ايجاد ذريعه للنظام السوري كي يتدخل بحجه الدفاع عن القرى العلويه في الشمال. مظبوط، هيدي رغبة النظام السوري الحقيقة اللي عم يقولها، تنظيف العلويين لاستخدام هالقصائد. لهيك أنا قلت لك من شوي أنه من يقوم بهذه الأعمال عم يخدم بشار الأسد إذا كان يدري مصيبة. طيب حضرتك عم بتطالب أنه أن تتم ملاحقة الأستاذ رفعت عيد باعتباره مسؤول. نعم. طيب مثل هذا ربما الإجراء يعطي الذريعة المطلوبة، بركي هذا ما يجعل عدم متابعة أو ملاحقة الأستاذ رفعت. أي هيدي الملف هذا بالعكس، هذا الملف لازم يكون دافع لحتى تقدر تروح تلاحق الكل عمليا. هلأ حضرتك عم تقول فليلاحقوا هذا الرجل. إيه؟ لا أوكي. لا أنا من أول إذا لحقوا هيدا يشكل ذريعة للجيش السوري لكي يدخل. أي ذريعة لحظك توني، بس تذكر أنت متابع التاريخ، سنة 76 وقت اللي فاتت القوات السورية على لبنان، وكان حافظ الأسد عنده 450 ألف عسكري نظامي و300 ألف احتياط ومئات وآلاف الدبابات والصواريخ والطائرات. إجا بعد ما إجا فات دين براون بهذيك الوقت
وعمل لوبي طويل عريض بين القيادات المسيحية بلبنان، وعملوا ملف اتصالات غير مباشرة بينه وبين إسرائيل لحتى استرجى فات وعمل هالخطوة. لا بس كمان قال بعشرين تموز 76 انه انا فت على لبنان دون استئذان احد. لا لا هو قال هيك، لكن عمليا دين براون كان قبله بثلاث شهور قاعد عم يجول على القيادة المسيحية وعم ينصحها بأن تتجاوب مع الخيارات السورية لحمايتها. ولما راح جوزيف ابو خليل وقتها على حيفا ومن بعد على تل ابيب، لما التقى بشيمون بيريز، شيمون بيريز قال له الدخول السوري على لبنان امر واقع. يعني كمان هو في اتفاق على خط الجنوب وكل شيء. شكرا. اذا عمليا اذا كان هذا القرار باتفاق مع الامريكان، معناتها يعني عمليا انه شو ساعتها يعني لا حول ولا قوه، لانه عمليا هذا امر واقع. لكن هلا انت برايك جيش ما عم يقدر يواجه ما عم يقدر يواجه لحد هلا ما استرجع بشار الاسد يطلع يقول انه انا ربحت الحرب. في شي مرة طلع قال أنا ربحت الحرب، قال المواجهة طويلة. مزبوط عم يقول وعم واجه إرهابيين وعم بعمل كذا. أتصور جيش جرار بهالحجم هيدا وجيش عقائدي واللي بدك. طيب ليه استاذ وليد جمراء بده يقول هيك؟ شو هو؟ إنه عم تعطوا زريعة. نحن عم نعطي زريعة أو ما تعطوا زريعة ماشي. يعني. نحن اللي عملوا هالعملنا عم يعطون زريعة. لهيك المدينة كلها تسوت برقت منهم. روح ما كانوا اجوا سافرين، ما المخابرات الجيش بتعرف مين هن؟ ما هن الامر بايدهم هلا يروحوا ياخذون على المحاكمه، يروحوا ياخذون على المحاكمه. هل سيجدون من يتعاطف معهم؟ ابدا ولا باي شكل. شفنا كذا توقيف دكتور، صار في تعاطف مع قطع طرقات. يا خلينا شغله، تتعاطف مع واحد حامل سلاح النقط او عم فايت بمعارك بين منطقتين تحت عناوين مختلفة شيء، وانك واحد جبان يلطي لمجموعة من العمال العزل ويقوصهم بإجريهم، هيدي مسألة تانية. دكتور مصطفى علوش النائب السابق وعضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، اهلا بك دائما في ام تي في. شكرا. مشاهدينا بشكركم للمتابعة، ومنذكركم انه بامكانكم تتابعوا اخر الاخبار عبر صفحتنا ام تي في لبنان نيوز على موقع تويتر، وام تي في لبنان على موقع فيسبوك، وايضا عبر موقعنا الالكتروني mtv.com.lb. شكرا والى اللقاء.